بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة بعنوان إلى دعاة الباطل، أنشأتها وقتما احتدم النزاع والخصام بين السلفيين وبين الحزبيين أتباع الدعاة الشباب المعروفين، وكان ذلك عقيب حرب الخليج. وكان سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله يحاول احتواء الموقف، مع أن قلبه ومحبته للسلفيين عامة وما يعرف بشيوخ المدينة خاصة، فقد عرفت ذلك جيدا عندما أزوره في الرياض، يدنيني من مجلسه ويسألني سؤال المحب الملهوف: كيف الوالد وكيف المشايخ في المدينة؟ ويفرح بأخبار جهودهم المباركة في الصمود مع قلتهم أمام جحافل الحزبيين. وفي هذه الأثناء أصدر الشيخ بيانا شاملا لطلاب العلم يرشدهم إلى ترك الخصام وإلى التآلف والانكباب على طلب العلم وترك الاستغراق في أمور السياسة. فقام بعض الدعاة شأن أهل الأهواء وفسروا بيان سماحته كتفسير الرافضة للنصوص بتحريفها ولي أعناقها لنصرة باطلهم، فاضطر سماحته لإصدار بيان ثاني وضع فيه الحق في نصابه وأثنى على شيوخ المدينة وزكاهم بالاسم واحدا واحدا، ووصف خصومهم بدعاة الباطل الذين يصيدون في الماء العكر. وكان البيان الثاني واضحا لا يحتمل التحريف، فكان مولد هذه القصيدة المقتبس عنوانها من ألفاظ سماحته إلى دعاة الباطل: الحق أعلى بحكم الواحد الصمد، ونوره ساطع في الأفق للأبد، والصدق ينجي أخاه عند كربته، والله مع صادق بالنصر والمدد، والكذب يردي أخاه في نهايته عما قريب، وحظ الكاذبين ردي. يا رب رحماك من قوم بضاعتهم زيف الحقائق والتهويل في لدد، يا رب رحماك من قوم قد انحرفت أفكارهم فهموا في الغي والفند، ويحسبون صنيعا منهم حسنا قد ضل سعيهم عن منهج الرشد. يا قوم ماذا تركتم للأولى سفه، ماذا تركتم لأوغاد من الوغد، هل أصبحت دعوة الإسلام غايتكم تسعون فيها على هدي على سند، أم دعوة الدين أمست من حبائلكم لتنشئوا جبهة الإنقاذ في بلدي؟ هذا الخميني وغنوشي وزمرتهم، هذا الترابي وعباسي ذو عدد، ساداتكم مرشدوكم في مناهجكم تحذون حذوهم وهم خير معتمد، لا تنكروا لا تداجوا لا مجال لكم، الأمر أصبح لا يخفى على أحد، هذه شرائطكم في حبهم نطقت، هذه رسائل تأييد بمستندي. قالوا الخميني أنار الكون مشعله، مصباح ثورته في الأفق متقد، ما حكم من قالها في دارهم علنا، ما زال عندكم في حسن معتقدي؟ كيف اغتفرتم لهم جرما بوقفتهم في صف هدام ذي الطغيان والنكد؟ أضحى صديقكم من جاء مشتملا برد العداوة للتوحيد في بلدي، لا بأس عندكم لو كان معتقدا دين الروافض أو يدعو إلى الفند، أو كان يجهل دين الله مدعيا زعامة لغثاء السيل والزبد. قاموا لإنقاذ بلدان لهم زعموا، لا ينقذ الناس تصريح وصفق يدي، ما غيروا بدعة ما شيدوا حلقا للعلم، والأولياء يدعون كالصمد، إنا إلى الله نبرى من تصرفهم ك
كلا الفريقين ليسوا من ذوي الرشد. ليس الوصول إلى تحكيم شرعتنا بالانتخاب ولا بالمجلس البلدي، هذه طريقة أهل الغرب يرسمها متران، كيف بها نرضى ونعتمد؟ فالانتخابات لو جاءت بآهرة للحكم أمسى لها الأقوام طوء يدي. أجل، دعاة لبطلان بأجمعكم، قد قالها حبرنا فيكم من الكمد. أجل، وخطتكم تشويش أفئدة من الأنام بلا خوف من الأحد. تلقون لما ترون الماء منعكرا لكم شباكا سوى الصياد لمتصد. هذه شمائلكم جاءت مصدقة من سدة الشيخ تخزيكم إلى الأبد. لطالما دلكم للخير مصطبرا بالحلم واللين يدعوكم إلى الرشد. ما زادكم نصحه إلا مكابرة، فظل يمهلكم حينا إلى أمد. هذا البيان الذي أملاه في أمل لجمع صف وإصلاح لمعتقدي، حرفتموه وقلتم فيه تزكية لعصبة ما جرى للشيخ في خلدي. وما بقي منه تأنيب وتخطئة لمأشر ما بهم عيب لمنتقدي. أوقأتم الشيخ في هم وفي حرج، قولتموه مقالا ليس ذا سدد. ثم انبرى لكم كالليث يلطمكم مثل الأرانب لاقت غضبة الأسد. أيا شيوخ الهدى في طيبة لكم مني التهاني أرسالا بلا عدد. من كان يجهلكم فالشيخ يعرفكم، أو كان يخذلكم فالله ذو مددي.